أهلا بحضراتكم من جديد إلى سياق جولتنا، وبدايتها مع دعوة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للسماح للأشخاص الذين تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد بالسماح لهم بدخول المطاعم أو دور السينما بشكل مبكر عن غيرهم، ليكون بذلك أول مسؤول اتحادي يدعو لمثل هذه المزايا لمن حصلوا على اللقاح. قال ماس في تصريحات لصحيفة بيلدوم زونتاج الألمانية الأسبوعية إن مشغلي المطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف المغلقة حاليا لديهم الحق في إعادة فتح أعمالهم مجددا عندما تكون هناك إمكانية لذلك، وتتوفر هذه الإمكانية عندما يتم تلقيح العدد الأكبر من المواطنين. عبر الهاتف من برلين الدكتور مهند ملك الباحث في علوم الخلية. دكتور مهند أهلا وسهلا بحضرتك. التحفيز الحاصل من قبل السلطات هذا يقول بأن الإطار الطبيعي لدعوات الحصول على اللقاح، ولا يشي بأن هناك قطاع من المواطنين في ألمانيا ليس لديهم الرغبة في الحصول على اللقاحات؟ أهلا وسهلا فيك. طبعا هذا الخبر أثار نوع من الضجيج هون في الشارع الألماني، بسبب مثل ما حضرتك قلت أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يريدون أخذ اللقاح وهم أحرار بالمئة مئة، ولكن علينا ألا ننسى ما تقوم به الحكومة الألمانية من جهد وتبذل جهد رائع في محاولة محاربة الفيروس بنشر اللقاح. فمثلا نحن اليوم بحوالي 80,000 لقاح يوميا للشعب الألماني، بينما عدد الحالات تتراوح بين 20,000 و 22,000. هذا يعني أننا أسرع بخمس مرات من الفيروس نفسه. هذا يعني أن الحكومة تواجه الخطر بشكل جيد جدا، ولكن لن ننسى أن هناك الكثير من المخاوف عبر التجار وعبر أصحاب المطاعم كما قلت حضرتك. لذلك هناك نوع من أنواع الحذر الدائم حاليا، وسوف يقوم بشكل طبيعي الكثير من أصحاب المتاجر برفض دخولك إلى المطعم أو إلى المتجر أو إلى دور السينما إن لم تكن ملقحا. إذن سوف نشهد في الأيام القادمة، أرغب ألا نشهد ذلك، ولكنني أتوقع أننا سوف نشهد باسبور صحي، أي إن لم يكن معك هذا الباسبور فأنت لست مخول بالدخول إلى تلك الأماكن. وفق التقديرات العلمية دكتور مهند، ما هي النسبة التي يتعين تلقيحها من مجتمع ما حتى يصبح هذا المجتمع متمتعا بما تعرف بالحصانة المجتمعية أو مناعة الجموع كما يسمونها؟ بشكل طبيعي نحن نسمع من الخبراء الفيروسات أنهم يسعون إلى نسبة 60 إلى 65%. أتوقع أن زادت النسبة طبعا سوف تكون مناعة القطيع أضمن. نعم. الفكرة هي ما يلي، الفكرة بسيطة لكي يفهمها المشاهدين. كل ما زاد نسبة التطعيم، كل ما أنت أصبحت جدارا بوجه الفيروس، فأنت بحد ذاتك إن أخذت اللقاح فستزيد من صعوبة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. لذلك إذا فرضنا أن أكثر من نصف الشعب قام بتلقيح نفسه، فهناك أكثر من نصف الشعب من يشكل جدار بوجه الفيروس. دكتور مهند، ما هي طبيعة التحورات التي حدثت، وحضرتك باحث في علوم الخلية كما يمكن أن نفهم على الأقل وفق استقراءاتنا، ما هي طبيعة التحورات المخيفة أو التحورات المألوفة التي يمكن أن تحدث على الجينوم المكون في فيروس كوفيد-19؟ تمام. بالنسبة للتحورات، التحورات هي أمر منطقي متوقع، وإن لم يحدث فهو الغريب للأمانة. لذلك علينا أن نتوقع أن يكون هناك تغيرات في الفيروس. الآن ما هي التغيرات الكبرى التي ظهرت والتي تثير بعض المخاوف عند الجمعية العلمية؟ هم تغييران فقط، واحد ظهر في جنوب أفريقيا والثاني ظهر في إنجلترا، وأعتقد أن الكثيرين سمعوا عن ذلك. نعم. الآن هذا التغيير الذي حدث فقط في إنجلترا أثبت أنه يزيد من نسبة العدوى، لا يزيد من نسبة الخطر الفيروسي، لا يزيد من نسبة الوفاة، إنه يزيد فقط من نسبة العدوى. وبالتالي طبعا كلما زادت العدوى كلما زادت الوصول، القدرة للوصول إلى الضعفاء وبالتالي وفاتهم للأسف. الآن هذا لا يعني أن الفيروس غير قابل، عفوا، لا نستطيع محاربته عبر اللقاح المتوافر حاليا. أثبت العلماء بعبر منشور تم نشره الأسبوع الماضي أن فيروس الكورونا المتغير في إنجلترا نستطيع القضاء عليه بمجرد استخدام مصل الدم عند الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر.
نعم. إذن نحن اليوم قادرين على محاربته، ولكن بالنسبة للتغيير الموجود في جنوب أفريقيا لم تثبت الدراسات أننا قادرين على القضاء عليه، ولكن كل الإشارات تشير أننا قادرين. نعم الحمد لله، يعني طبعا وفقا للقاحات المنتجة على مواجهة هذا أن يتم التعامل معها. الدكتور مهند ملك، الباحث في علوم الخلية من برلين، أشكرك شكرا جزيلا.